صباح الخير ريم. بالفعل يعني الحمد لله احنا محظوظين بوجودنا في هذا المكان ومع وجودنا مع الحجاج في هذه المنطقة. بالفعل يعني اليوم احنا نشهد أول أيام التشريق، لا يزال الحجاج يواصلون القدوم إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة لمن لم يستطع يعني يوم أمس، وكذلك الصلاة في المسجد الحرام. حتى هذه اللحظة نشاهد توافد الحجاج إلى المسجد وسط يعني منظومة من الخدمات اللي تسهل عليهم دخولهم وخروجهم وأيضا تسهل حركة الحشود في المسجد. الهيئة العامة للعناية بالحرمين اتخذت مجموعة من الإجراءات قبل انطلاق الحج. كان من شأن هذه الإجراءات هي تنظيم الحركة، أيضا تخصيص عدد من البوابات للدخول وأيضا بوابات للخروج. المنظومة هنا في الحرم المكي تعمل على مدار الساعة، الجهود متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن ويعني لتقديم أفضل العناية بالحجاج في هذه المنطقة. يعني ميزة الحرمين الشريفين في أوقات الحج يشهد ذروة كبيرة، وأيضا العمل يكون متواصل، الكل يعني يحاول ويبذل جهد لتقديم أفضل صورة خلال هذا الموسم. فيعني اليوم الجهود نشوفها جهود كبيرة سواء من المتطوعين من العاملين من الكل صراحة يعني صح. نعم ريم.